عندي وصل صوتي حتى يسمعني الخلق. هذا هو تقرير اللي روسيا بتعمد فيه انه لحساب لتغطيه الضربه الغربيه. طبعا يلي صرح بهذا الشيء هي المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه ماريا. انا حاله عمري 6 سنين من مدينه ادلب. قلنا تويتر لحتى مساعدت ماما حتى الناس يسمعوا صوتي، وانا بخاف من القصف كتير كتير. انا عملت تويتر بمساعدة ماما، وحتى انا بخاف كتير كتير من الطيران، وبشار الاسد هو دايما بيخطفنا، بيضرب الناس، بيضرب الخلق، بيضرب، وحتى إذا نحن بدنا ننقذ بيضربنا. وأنا كمان بخاف كتير كتير. عندي وصل صوتي حتى يسمعني الخلق. عملنا حساب تويتر مشان نوصل صوت هاي الأطفال والعالم الموجودين بإدلب اللي تهجروا، يلي نزحوا حتى داخليا، الناس يلي تأذت كتير من القصف، تأذت من الدمار يلي صار بالبلد. نوصل صوتهم للعالم لحتى يسمعنا ويساعدنا لما تكون في حملة على إدلب مثل ما صار بمدينة حلب بالغوطة. القصص اللي شفناها كانت كتير مخيفة، السيناريو مخيف إنه ينعاد بالبلد. فدائما صوت الطفل مسموع للعالم، وما حدا بيقدر يوصل صوت الطفل غير طفل. لهذا السبب قلت لها لحلا انه شو رايك نعمل حساب تويتر. طبعا بعد ما حلا كانت عم تسالني عن قصص الدم يلي عم بتشوفها على التلفزيون، على الفيسبوك، على تويتر، انه ماما هدول الناس الاطفال ليش عم بيموتوا؟ ليش عم بيتقتلوا؟